عمليات إجلاء المدنيين من مصنع الصلب في ماريوبل دونها عثرات كثيرة. رغم ذلك موسكو تعلن إجلاء العديد من المدنيين بحافلتين. أما في العثرات فاتهامات أوكرانية لروسيا بإطلاق النار أثناء عملية الإجلاء، فيما تنفي موسكو تلك الاتهامات. فهل تطوي موسكو صفحة ماريوبل؟ وما مصير الجنود الأوكرانيين في مصنع الصلب؟ يتواصل تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا بشأن مصنع أزوفستال في ماريوبول آخر معاقل القوات الأوكرانية. كييف وجهت أصابع الاتهام لموسكو محملة إياها مسؤولية استهداف سيارة كانت متوجهة نحو المدنيين المحاصرين لإجلائهم. وفيما جددت أوكرانيا إصرارها على أن روسيا تنتهك الهدنة الإنسانية في ماريوبول، ترفض موسكو هذه الاتهامات وتنفيها مؤكدة أنها ملتزمة بالاتفاقات. وكذلك نفت موسكو استهداف مدنيين ورفضت المزاعم الأوكرانية والدولية بأن قواتها ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا، وجددت دعوتها للمقاتلين في المصنع للاستسلام. عملية إجلاء المدنيين تتم بإشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. أما أوكرانيا فناشدت منظمة أطباء بلا حدود لمساعدتها في إجلاء المقاتلين المتحصنين في مصنع أزوفستال. مدينة ماريوبول كانت من أول المدن الأوكرانية التي وقعت تحت الحصار، وبات مصنع أزوفستال آخر حصن لكتيبة أزوف الأوكرانية، وهناك تركزت المعارك خلال الأيام الأخيرة، ما يطرح علامة استفهام حول مدة صموده مع قرب عيد النصر في روسيا.